ليست الحرب وحدها من تسرق ملامح السعادة والحياة من وجوه هؤلاء، بل تضاف إلى يومياتهم مأساة أخرى تشكلت نتيجة الإهمال وعدم توفر الخدمات الطبية الأساسية. مرضى الكلى في اليمن وجه آخر لمعاناة لا يراد لها أن تحل، خاصة في مناطق الكثافة السكانية شمالاً وغرباً بعد أن أصبحت مراكز الغسيل المختلفة مهددة بالتوقف، إضافة إلى تلك التي توقفت منذ زمن. وفي الوقت الذي تصب فيه معظم المنظمات الدولية الطبية جل أعمالها في مكافحة الأوبئة المتفشية، يقف مرضى الكلى وحيدين دون اكتراث لوضعهم المتفاقم أمام خوف من مصيرهم المجهول، وأمام إهمال محلي وآخر دولي في تقديم الخدمات الصحية لمعظم المناطق اليمنية. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عدد الوفيات بالفشل الكلوي بلغ 25% من إجمالي عدد المصابين بالمرض، البالغ عددهم أكثر من 4400 مريض. رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت قال إن آلاف المرضى يواجهون شبح الموت ما لم يتم دعم مراكز الغسيل الكلوي، مشيرا إلى أن المراكز تفتقر إلى التمويل واستيراد المواد الخاصة والمعدات. مراكز الغسيل الكلوي تواجه صعوبات جمة، بما في ذلك الافتقار إلى التمويل وقلة الدعم من الجهات المحلية والدولية، إضافة إلى القيود المفروضة على حركة المنظمات والمساعدات الطبية، وهو ما يضاعف المأساة. تحديات كثيرة تواجه القطاع الصحي الذي أصيب بالشلل نتيجة الحرب الدائرة منذ 3 أعوام. وأمام هذه التحديات لا تزال مراكز الغسيل تكافح من أجل البقاء في واقع لا يدعو للتفاؤل.